الأخ سليم من مصراتة اتصل بنا اليوم، يقول يبدو أنه كما يشكو كثير من الناس من كثير من خطباء المساجد، يقول متى تكون خطبة الجمعة ناجحة، ومتى يكون خطيب الجمعة ناجحة؟ للأسف يعني كلنا نسأل هذا السؤال في الحقيقة، لأن كثير من خطباء المساجد الآن وخطب الجمعة يعني لا تمت لواقع بصلة، فيريد توجيها في صيغة سؤال. نعم طبعا هذا موضوع طويل يعني، ويحتاج ربما حلقة أو حلقات يعني، لكن نعم. في ظني من أهم الأشياء هو صدق الخطيب في كلامه. نعم. يعني إذا كان الخطيب يعني، نحن نعلم أن من السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني الخطيب يعني إذا كان بهذه المثابة، ليس تصنعا أو تمثيلا كما يفعل بعض الخطباء، لكنه من حرقته ومن ألمه مثلا على المسألة التي يتكلم فيها، إذا رأى مثلا تهاونا في أوامر الله سبحانه وتعالى، إن رأى يعني أمراضا يعني سلوكية في الناس تؤلمه، فإنه يتأثر لذلك فيتكلم بصدق من قلبه. ولهذا عندما سئل الحسن البصري رحمه الله، وهو الذي يقول فيه كثير من العلماء إنه سيد التابعين أو أفضل التابعين، نعم، الحسن البصري كان يؤثر بوعظه في الناس أيما تأثير، فقال له بعضهم: لماذا نحن نتأثر بوعظك ولا نتأثر بوعظ آخرين وبكلام آخرين ودروسهم؟ فقال: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يعني الخطيب الصادق الذي يتكلم من قلبه يصل كلامه إلى قلوب الناس. هناك أمر آخر أيضا، الموضوع الخطبة. يعني نحن الآن يعني نرى بعض الخطباء هداهم الله يتكلمون عن مسائل خلافية على المنبر، والخطب حتى إذا نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد أن كذلك هي غالبا تكون في الأمور الجامعة. هذه المسائل الفقهية الخلافية ليس مكانها المنبر، ولكن مكانها في دروس العلم، في جلسات البحث العلمي، ممكن يفصل فيها ويذكر الأقوال والترجيحات ويرد على القول الضعيف أو المرجوح أو الشاذ. أما على المنبر، المنبر هو مكان لربط القلوب بالله سبحانه وتعالى أولا، وبتذكيرهم باليوم الآخر. كثير من خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها سورة قاف، لما فيها من الأمور العظيمة التي تربط القلب باليوم الآخر، وأحيانا يتكلم عن نازلة أو حادثة في واقع الناس، كما كان يصعد على المنبر يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال الرجل نرسله على العمل فيقول هذا لكم وهذا، يعالج المشاكل، مشاكل الناس، مشاكل المجتمع، ويربط ذلك كله بالله سبحانه وتعالى، بالإيمان بالله وباليوم الآخر. هناك هذا أمور جوهرية، هذه هناك أمور ظاهرية ولكنها مهمة. لغة الخطيب، سلامة لسانه، عذوبة منطقه، بلاغة جمله، مظهره يعني جمال مظهره في الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أئمتهم، وحتى المصلون يوم الجمعة يخصصون له أجمل ثيابهم، لأنه عيد في الحقيقة. يعني كان السلف، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، يجعلون ثوبا نظيفا من أجمل ثيابهم وأجودها وأحسنها في النظر لصلاة الجمعة، فما بالك بالخطيب الذي هو شفيع بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. فهذه أمور يعني أرى من أهم الأمور في هذه العجالة، والله تعالى أعلم.